بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم ما بعد، قدمنا على الشاشة دلوقتي جهاز تجربة ريلي بوتنشميتر. تجربة ريلي بوتنشميتر لما نفتح عندنا الكتاب صفحة 77 عشان نشوف الدائرة الحرارية، عشان نشوف التوصيل، هنلاقي ان عندنا واصل هنا بطارية معلومة الجهد، وواصل هنا ار، ده عبارة عن صندوق مقاومات اللي هو المليان ده، تمام. وعندنا جنبيه واصل ار واحد ده اللي هو الصندوق الفاضي اللي احنا هنفضي فيه، تمام. وفي واصل عندنا هنا جلفانوميتر، وواصل عندنا اي واحد، ديت بطارية غير معلومة الجهد. اما نيجي نبص عندنا على الجهاز، عندنا هنا ده اميتر، المفروض ان هو يشتغل مكان الجلفان، تمام. احنا هنستخدم الاميتر ده على ان هو الجلفان. وعندنا هنا الاي معلومة الجهد 3 فولت، وعندنا هنا اي واحد مجهولة الجهد، وهنا اي 2 مجهولة الجهد برضه. وعندنا هنا ادي الار اللي هي صندوق المقاومات المليان، وصندوق المقاومات الفاضي ده ار واحد. وفي هنا عندنا ار واحد سمول، ديت مقاومة غير معلومة، وار 2 سمول وار 2 ديت برضه ايه، مقاومة غير معلومة. شوفناها ازاي؟ هنشوف، بص على الدايرة، نبص على الدايرة هنا كده، هنلاقي ان البطارية المعلومة الجهد واصلة توالي مع المقاومة R مع المقاومة R1، 3 فولت واصلين توالي. هعمل ادي عندي، هاخد طرف من الR، تمام، هوصله بالبطارية المعلومة الجهد. تمام، واخد الطرف الثاني من البطارية، اوصله هنا كده بايه؟ بالطرف الثاني، بطرف ار واحد. وبعدين اوصل وصلة ما بين طرف ار واحد الثاني والطرف الثاني الار اثنين، ادي ار واحد اهو وادي ار اثنين، اوصلهم ببعض. ادي وصلة ما بعد. انا بقعد دلوقتي طبعا ما فيش كهرباء، فالمفروض ان هي وصلة كده. نعم. الطرف دوت ودي واصله هنا، نظرا لان مفيش كهرباء فالتوصيل بس اي كلام، لكن لو في كهرباء كنا ظبطناها ان شاء الله. تمام، انا كده وصلت الايه؟ الدايره الاولى، تمام. هنيجي بعد كده ننقل لتحت، هنلاقي ان الجلفانوميتر طرف من مواصل على الوصلتين اللي ما بين الار، والطرف الثاني واصل لسالب البطاريه اي واحد، تمام، اللي هي المجهوله. يبقى دي الجلفان اهوت اللي هو الاميتر، هاخد منه طرفين، يبقى دي اهوت الطرفين بتوعه. وصلت الطرفين بتوع الاميتر اللي هما الجلفانو، هاخد واحد منهم في الوصله، هاخد واحد منهم اهوت في الوصلة اللي ما بين الار واحد وار اتنين، ادي الوصلة اللي ما بين ار واحد وار اتنين، هوصل في اي واحدة فيهم. يبقى انا كده وصلت الطرف دوت في الوصلة ما بين ار واحد وار اتنين. طب الطرف التاني اهوت، اوصله في سالب البطارية المجهولة، ادي البطارية المجهولة اي واحد، اوصل في السالب بتاعها، تمام. ارجع بقى كده للدايرة المرسومة عندنا، الاقي ان موجب البطارية اي واحد واصل في طرف الار اللي هو صندوق المقاومات المليان، اللي كان واصل بالبطارية المعلومة، تمام. ادي صندوق المقاومات المليان، انا واخد منه طرفين، طرف كنت موصله، طرف اهو كنت موصله في ار اتنين في ار واحد الفاضية، ده ماليش دعوة بيه. الطرف التاني هنا اهوت، ده اللي كنت موصله بالاي واحد بالاي، تمام. هو دوت اللي هاخد منه واوصل في موجب البطارية المجهولة. يبقى انا هاخد منه طرف كده، هاخد اهوت اوصل منه كمان سلكه هنا كده، والطرف الثاني دي اوصلها في موجب اي واحد البطاريه المجهوله، تمام. يبقى احنا كده انتهينا من التوصيل بتاع التجربه، تمام كده. شغل التجربه بتاعتنا المفروض دوت جلفانوميتر، احنا مشغلينه اميتر، لكن دوت المفروض ان جلفانوميتر عند الاتزان بيقرا زيرو،
طبعا ما فيش كهرباء واصله، المفروض دوت هيقرا قيمه معينه دلوقتي لان لسه ما حصلش اتزان، فمش هيقرا زيرو. انا عايز اغير في المقاومات لحد ما يقرا زيرو، اغير في المقاومات يبقى اشيل قيمه معينه هنا ولتكن مثلا 500 اوم اهو الرقم اللي مكتوب عليه 500، اشيله ارجع احطه في نفس المكان بتاع 500، احطه هنا، الاقي بعد كده المؤشر او الرقم اللي على التيار هيبدا يقل، لو وصل للزيرو كده به، ما وصلش نبدا نزود تاني مقاومات، نشيل مثلا مقاومه ب 2000 احطها، ارجع احطها في ال 2000 اللي زيها لحد ما انتهى القراءه كده توصل لزيرو، وهكذا ده اللي بنفضل نعمله. يبقى احنا دلوقتي بنشيل مقاومات من الصندوق المليان ونحط في الصندوق الفاضي بهدف ان احنا نقلل قراءه الاميتر لحد ما توصل للزيرو. فلو القراءه ما وصلتش لزيرو لو القراءه وصلت لزيرو قفنا، ما وصلتش لزيرو هناخد من هنا تاني ونحط هنا. طب لو القراءه جابت بالماينس يبقى احنا شلنا مقاومات زياده من هنا من الصندوق المليان حطيناها هنا في الصندوق الفاضي. نرجع نقلل، يعني مثلا كنا واخدين 500 فشلنا مثلا نرجعها مكانها ونروح حاطط مثلا 100 بس. تمام؟ وهكذا افضل اظبط بقى المقاومات لحد ما القراءه تقرا زيرو بالظبط. قرات زيرو يبقى حصل اتزان. قرات زيرو هنا كده يبقى حصل اتزان. طب دلوقتي انا ما اعرفش اي واحد بكام، دي مجهوله، بس انا كده قدرت اعين لها المقاومه ار واحد اللي بيحصل عندها اتزان. اجي بعد كده اي واحد ديت جهد مجهول، اشيل السلكين بتوعه واوصلهم على اي اتنين، مصدر جهد مجهول هو كمان. طبعا الاتزان مش هيتحقق عند نفس قيم الار اللي احنا كنا واخدينها. فانا اللي هبدا اعمله هرجع اهوت المقاومات تاني مكانها اللي انا شفتها، ارجع مكانها وابدا اعمل نفس النظام لحد ما الايه؟ ما المؤشر او القراءه عندنا في الجلفانو او الاميتر تقرا زيرو. قرات زيرو يبقى كده حصل اتزان. نعين بعد كده قيمه ار 2. مثلا نفترض ان انا كنت واخد مثلا 2000 وكنت واخد 500 وحصل الاتزان عند كده، يبقى كده ار 2 قيمتها 2500، بجمع قيم المقاومات اللي سبتها في الصندوق الفاضي بعد كده، هي دي قيمه الار. يبقى انا كده عينت عندي اي واحد، عينت ار 1 بكام؟ عندي اي 2 عينت ار 2 بكام؟ ار 1 اللي بتعمل لها اتزان، وار 2 اللي بتعمل اي 2 اتزان. انا لا اعرف اي 1 ولا اعرف اي 2، بس اقدر كده اعين النسبه ما بين اي 1 الى اي 2، يبقى اي 1 على اي 2 بتساوي ار 1 على ار 2، واحنا عيننا ار 1 وار 2 نقدر نعين كده النسبه. الجزء الثاني من التجربه هو ان انا بشيل، هرجع طبعا المقاومات تاني زي ما كانت، هشيل بعد كده الجهد، المصدر الجهد دوت، ركز معايا في الصوره يا مصطفى، هشيل مصدر الجهد دوت اروح مركبه على ار 1 المقاومه المجهوله. تمام، انا كده وصلت المقاومه المجهوله. هبدا بعد كده اتحرك مقاومات من الصندوق الفاضي للصندوق المليان للصندوق الفاضي، همشي 1000 2000. ركز يا مصطفى بالله عليك معايا في الصوره، همشي دلوقتي 1000 2000، يبقى اشيل دلوقتي مقاومه ب 1000 هركبها هنا كده الصندوق الثاني واشوف التيار قرأ بكام. انا عايز اقرا التيار عند 2000، اشيل 1000 تاني وارجعه واخد المقاومه اللي ب 2000 احطها هنا واشوف التيار قرأ كام من على الاميتر. عايز بعد كده اقيس 3000، انا واخد 2000 اصلا، احط لها 1000 تاني يبقى كده 3000 واشوف التيار بكام. عايز دلوقتي اقيس 4000، ارجع ال 1000 وانا حاطط 2000 زي ما هي، احط لها كمان 2000 يبقى كده 2000 و2000 و4000 اشوف التيار بكام. يبقى انا عملت كده جدول ما بين ار والاي، او نسميها ار 1 واي 1 لان هنطبق الكلام دوت عند ار 2 برضه. خدت 1000 2000 3000 4000 وخدت قيم التيار بتاعتهم، ده كده عند ار سمول 1 اللي هي المقاومه المجهوله اللي وصلت فيها. هرجع بعد كده تاني المقاومات ديت في الصندوق، المقاومات ديت اللي خدتها في الصندوق فانا ارجعها تاني الصندوق المليان. واشيل السلكين من على ار سمول 1 ما سمعتكش المجهوله واركبهم في ار 2 المجهوله. ما خدهاش لا. واجي اطبق نفس الكلام، اخد مقاومه ب 1000 واشوف التيار، مقاومه ب 2000، مقاومه ب 3000، مقاومه ب 4000 واشوف التيار. يبقى انا كده حصلت على جدولين، جدول ما بين الار والاي بالنسبه لار 1، ونفس الجدول
ار واي بس بالنسبه لار 2 هرسم العلاقه على نفس الكيرف مش على كيرفين مختلفين. ادي اول خط مستقيم دوت العلاقه ما بين اي الاي والار بيمر بنقطه الاصل بيمر بنقطه الاصل ده كده عند ار 2 وده نفس الخط اهوت بس ده عند ار 1 تمام. رسمتهم الاثنين في نفس الرسم تمام. انا عايز بعد كده احسب النسبه ما بين ار 1 وار 2. لما ثبت قيم الار هتكون استنت ار يبقى العلاقه ما بين ار وما بين اي طبعا دي مقاومه وده تيار فالعلاقه عكسيه هيبقى ار 1 على ار 2 يساوي اي 2 على اي 1. اللي هعمله اعمل ايه؟ هاجي دلوقتي اثبت قيمه معينه للار ادي ار احنا عاملها على محور اكس يبقى اخد عند اي قيمه واطلع بيها على الخط المستقيم بتاع ار 2 اشوف كانت اي المقابله ليها بكام يبقى دي كده اي 2 وارجع اطلع بيها عند الار 1 واشوف الاي المقابله ليها يبقى دي اي 1 احسب اي 2 على اي 1 هي نفسها ار 1 على ار 2 احسب النسبه كده تهيت معانا 45%. عندنا هنعمل بعد كده الجزء الثاني او بطريقه ثانيه هتكون استنت اي يبقى علاقه بين ار وار طبعا لازم تطلع علاقه طرديه ار 1 على ار 2 بيساوي ار 1 على ار 2. هثبت دلوقتي المره دي هثبت اي يبقى هثبت اي قيمه على محور واي اللي كان بيمثل التيار تمام. ثبتت اهو قيمه اي وهمشي اهو الخط المستقيم وصلت لار 2 اهو هنزل اشوف قيمه الار كانت بكام وبعد كده هوصل لار 1 وانزل برده اشوف قيمه الار كانت الار كانت بكام يبقى اعمل بعد كده ار 1 على ار 2 بتساوي ار 1 على ار 2 عينت القيم طلعت معايا 44% المره اللي فاتت 45% لازم يطلعوا نفس اثنين نفس القيمه لان ديت هي نفس النسبه ار 1 على ار 2. كان تلات تجربتنا تجربه جليه بالموشيميتر كان معكم محمد هلال من قسم الفيزياء وسوي مصطفى الزنكاوي من قسم الفيزياء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.